هذا هو ما تيز معرف. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. شو اول تسمع اي ثما؟ بالي ايوست هو مدخل اذا شحط صدى ربي. المهم اي ثمان سيتي ماتيري مرة مليح. نهار اللايف كيما العادة نش تعجبي اللايف ولا تعجبو لي سوا نتا خطاس تعجبي يعني الصوت خا ثابرة ذك دائشا العمل أثنك ذانيتا سويا دور غدغاو من نهار راح وما تفخهم دراغيخ إن شاء الله يرعب عيد يوسين إذي التوقان وتشي رعب عيد يوسين وإنما يه رعب عيد يوسين سيمانة زير خساون إذي التوقان 5 شهر 9 راح يرين إجو بدي راح يرين إجو بدي ذي تنديت من برشلونة أمام القنصلية من بلجيك ذا بدي واني تان غادي يجوب الديستينكاري وقفة تنديدية استنكارية يجميني تمسياني ثومة الوافي النخل معروف بالريفي دومار ثومة النخل الوافي يعني مش السنة تاس ثومة زقوا ميوث غار حبس رخباخة خاص دو قرير سوى الطاس لذلك نشن أكثرية مخفن تعتمد وهي الأخبار انت في دي صفحات الفيسبوك انت في زر بعض الأشخاص إذا يعني انت في دي فيسبوك لذلك يمكن دين شيء معنا نخضى يعني دي ثبرات الصواد ما يمي أمش زريخ نهار قيش المنشور زريخ جيش المنشور باللي يعني تو مون قبل توقع اناش قيت يتعاني يعني غاس معاناة مادية ولين نهار فرنسيج المنشور انه يعني قسم مليح يعني هو غاس بو المعاناة المادية تاع بوينو ماشي وخايا من السنين وخايا من السن الا واخا يعني مبر المعاناة المادية غاس المعاناة يعني المعنوية المعاناة يعني السنة مني توقيعان ذي الدولة وفي الثال ومثلا اخواني التاني تامر بدان قاريت رغم الاختلاف رغم يعني وجهة النظر رغم يعني مكوريج مشيت توري بريدي كسقو عن غاتي مكوريج مشيت توري بريدي السقو عن تغاثير لي ولا اني غا في الاخير انتغيما ذو مثلا مرة انتغيما طوى نعرف انتغيما اخرج الهم انتغيما اخرج القضية لذلك وثومة النق بالخصوص يعني ثومة الريفي دومار يعني الحامل الجنسية البلجيكية يستغل النظام المخزني حومة فديسكي جنتبرات حومة فديسكي جنتبرات يمار يعني يريفين يتشندني تذا يتشندني تذا جروب قناة يعني وخاهم يعني وخاهم الجنسية هنا خاهم رديش حاجة على قن سايت ضيوم على قن مصير مرة و يعني وثايحم إجن تبرات إسقالات در مخزني مرة يعني يري فيني تشند جروب حومة فاني السيقود حومة في الدنيا غاثوذر إنسان ولاني الشين نقارس هيهات ثم هيهات يعني السجن الاعتقال وحتى يعني أي حاجة يعني يخذي العازمة يعني يخذي الصمود ونقارس وان دوكي الغاثو ذرين وان تحر وان تفشير اقا خو بريد الحق نومنس القضية النخ لذلك الوقفة يا ثاني تغيث ما مش دوم مني خاطر ان شاء الله رابع ديوسين والوقفة تنظمت يعني اللجنة خيرونا ذا اللجنة الكتالونية الوقفة يا تبدا ان شاء الله زي عشران الصباح 12 نخذان ها النابع وخانس سنة لا يقصح سواتاس ما يمي يتاز يعني ذي نهوراثا خدمت مع ذلك نضحى يعني سر خدمت حوما بركي نهوراث في الدرحة تري القنصلية تبلع لذلك نشينا عزو اسن سكيجن يجن تبرات راي الوزير الخارجية من بلجيك حوما تاف يعني غادي في الدخل ذي القضية نو مثلا الريفي دومار المهم مش دوم اني اي ثم يعني الوقفة يا ثانيتا تنظم 2 لجان لجنة خيرونا ذا اللجنة الكتالونية وانا ان شاء الله ثاني عاود ندير من برشلونة يجن سيمانة نخ 2 وانا اذن تيري ثاني عاود يجي الوقفة دي سان جوما يغاي نظم ثاني عاود
ثم تنخ يعني اللجنة الكتالونية ذا نشين دانيتا اللجنة خيرونا وناس إن شاء الله ثانية عاود دين برشلونة ديني 28 زي 10 أن جراد إن شاء الله تخلد ذكرى استشهاد محسن فكري ثانية عاود تنظم تجاه هنا اللجان اللجنة الكتالونية ذا اللجنة خيرونا سنس قدر يجن تبرات يعني نقارس إير مخزن قوانو حرشا وانتي حرشا نقارس قا نوذ يعني قا خنقوا خبري ذا النخ المهم ثانية عاود هاني توقيق الإشارة غاي جنوب مثلا قناة سوسامة ومثلا خواني تان يتشان دير حبس نفاس إجين يعني تقعد الله يعني ماشي قفر 18 سنة إجين يعني يقل عصابات إجين تقل إجل مجرمين إجين يعني يجي شمكاني وناثني وتبغى تعانس يعني تعانس المعاناة تبغى تسوطس جيش الصمت الرهيب يعني الجمعيات الحقوقية راضي وذان يعني يكتشان يعني حما تفكس بالدنيا يقوم مثلا اخواني تا أسامة لذلك ستعوض اختنا شادخ تعوض اختنا شادخ مرة يني زمان هذيك نشحش نخد دخل ندير القضية ثاني تان نتوما ما تنخ أسامة يتشان دير حبس نفاسك تعانى للويلات ومش طغى يعني مش دوم مني خمس وارب اللي انه الشي المعلومات اذا تتكوض الاكثر يتكوض يعني عبر المواقع الفيسبوك لذلك انا اعزكم نتشاش نعزو انصيوض يعني رهموم ذا المعاناة انطوى نعرف بالخصوص المعتقلين وخوم تكتاخشة ثانية عاو خصد بروبتشاخ يعني ذا وانيتا حمتة ثانية عاو ذا ان ذو رسن تاس الشفاء العاجل يمس نوبة خبيلة له باض يمكن يتشان عادي لحد الآن ذي الغيبوبة إلا عادي لحد الآن واتفق شا لذلك انت تعرف إن شاء الله الشفاء العاجل لا ينتث لا مرة إنه إمهرش نمسر من أمن كمرن ثمانية يحمد فخوم الطويل خشام مش دوم نخصم زوارو أكثرية الله يبنتقد حومتف انا عرميه مثلا حومه فاسن سي والتبرد حومه فاسنين الاشكال اذا يتشندانيتا لذلك نقارس نيثاي ثومه تنخب الخصوص يتشندي برشلونه نسن الا نهانا بعي تزد نهان خدمه نسن نهانا بع يعني التصميم وذن وزمان شغل حضان وانما يعني وخا نحضر دروس تيدنخ ويتهميش المهم هو نسي والتبرات وبالخصوص سنعرف اجن تبرات اللغة الفرنسية سنعرف انتبرت اللغة الفرنسية الوزير يعني الخارجية من بلجيك حومة فادي تدخل ذي القضية ومثنخ الوافي المعروف بالريفي دومار ومش دوم نخ يعني ثومة الوافي وانيتا يستخدم نخ يستغل نخ يستغل يعني غير مخزن حومة فادي ديج العبرة إي مرة يريفيني تشاند ذا جروبا حومة فازي اني السيقوذ يمكن دين ربعا يثبتن الخوف نيشان بركي اذا نطاس نتو ما تنخ يعني يتباهان يعني ساس المعتقلين سوينا فوطاس نت مصريين وانما ذي ساعتها ثاني تا مين عزون عزون هو غتصرب عن يخف انسان عزون حومتاف الثاني يعني هادي والتوبة سيد القاضي لذلك انا قارس ما لدى شان تومات يعني يوحر نخي يوقذ نخي يوفيق فنس ويزم ما شاب بركي قنشنو من فغ نسني لا نفغ نواجه يعني قوة تشبو المخزن وتشبو ذا حنجام مزيان وتشبو ذي جنبنا من اخت نيان يعني نسن وين تواجه نسن ويقذ يعني ويغاد نفغ لذلك انا قامر نشي نجنو يقبو حسب زوج مزوارو ليس تخوين احمد فوق قاعد بود تخوين ناس شاحا جذ انه يعني مشيت وحشي هذا واحد يشتهى ندش نيخ الدلع نيخ الله يكون في العون القارس يعني واتشبو ذي المشكل وانما واشد بو جاي ثماش وتعزب الخم ثنيا ثماش وتوهدن بو من خسر خدمنا ثماش لذلك حومة تفاف كمر خلاي فينو امش دوم النخ يعني لجنتي كاتالونيا اللجنة خيرونا رقم 4 ديوسين 5 زي 9 تنظم منتج الوقفة على القنصلية خيرونا وعناس إن شاء الله سيشتين سيمانات أنا
اجلوق فنغني دي ثندين دي بلاصة سان جوما دي ثندين تبع ذا سيمة تنزم برشلونة وعناس ان شاء الله ثانية عود دين 28 زي 10 يغانيك تخليد يغانيك تخليد يعني استشهاد محسن فكري ويمكن يعني قبل ما نيا نشي يعني مريم ما نتوارش حاجة تم وقت نفع مريم ما نتوارش نطواه مريم ما نتوارش شان الشكل اللي بودا اثنك يعني قبري الوقت الا وانقيث الا ونخدم خاص لذلك شين يعني ما شمينيتش حاضرا دي الساعة الثانية وهو ثمانية يعني 5 زي 9 ان شاء الله ديني دين الوقفة دي تنتين برشلونة على القنصلية من بلجيك ومرازلين يعني دي الصفحان الشخصية من لو تخيرونا أقاديس العنوان ميغان بالدث لذلك تنشد مرة أي ثم تخيط شندي كاتالونيا بالخصوص يني تشندي برشلونة وغاس انتي زما حومة تفض حضان نقارس كيخت تحضان مكيخت بالدم من أجل أمة ثنخ يعني ثاني أتيري نجل وقفة وخان أديس نص حضان أديس نص حضان مرة تساوى أديس نص حضان مرة يعني أديس يعني زي الوقفة يا ثاني تا زي سنتا وتشبون تا وإنما أزيس نأكد يعني خل براءة المعتقلين جميعا وإنما نركز سواتس خماثنخ خماثنخ الوافي لأنه أنت يتم حساب يعني ذي مواطن يتم حساب ذي مواطن ذا بلجيكي حامل الجنسية البلجيكية ويعني صمت ونتنخ تجاهل إثق الدول البلجيكية تجاه مثلا الوافي نخر في دومار يعني نسبيا دخل التناقض غاسا نسبيا دخل النفاق يتشان يعني ذي ثندا من أوروبا يجي دعانت بلي انت أقاينت يك ديمقراطية يك دعانت بلي انت يعني الدفاع عن خط ضعيف ومن خلال الحراك من خلال الحراك ذي المسيرات ذي المبادرات هنقا نكتشفت أنه هو خرض أوروبا وثانية يعني ينات رذا ونث رذا جوان تارضا يستور خاز دقيج ندوان قدكي ثانية يعني تغيمة المصالح تغيمة المصالح فوق كل شيء تغيمة المصالح فوق كل شيء وسكي يعني الحراك وانيتا استفضح التصنع حوايج وتشوفو ذي الدولة وفي ثروها وإنما رداني تذي الجروبا استفضح باللي التصنع الدولي تغيظ النات دعت أنه دفع عن الديمقراطية دفع عن المساواة دفع عن يعني خل الحقوق نهارو فونتيد نخس بينتيد إلا دفع عن إلا خيخ فنسنت دفع عن إلا خل المصالح نسنت دفعت اللي ماني غاس تشا اربح ولكن السنة اللي خمي انت كتا يعني نصف الطحيطن بعد هينا تصلحان خيخ فنسن بعد هينا تصلحان يعني زي الرأي العام توقذن الرأي العام توقذن يعني توقذن ما أتبع إن أقدومة نخسة عادي إن اللجنة الكتالونية أتبر من كل واش في مخشى والله ما استخدم وما تساعد واش في مخشى وما تساعد ما خصت إن اللجنة الكتالونية تتبرأ مني والله ما استخدم على الأقل اللجنة الكتالونية قان شين هني غي غنضمن إن شاء الله إنها عن 5 زي 5 زي 9 اللجنة خيرونا اللجنة الكتالونية غنضمن إن شاء الله الوقفة ديال القنصلية ان بلجيك مرحبا خصك تستعزي سعيد مرحبا بك هنا سنت معرضين الدراري والنقصة ديسان غتقيت خطومات الوفي لذلك مرق يعني مرق امبور خدمي خصك لابد تحضر لابد تحضر كواجب نوم مرق توارد يبو ذا اي واحد تشوف او الشا غادي يريد قمشان الوافي اي واحد يعني تحتاج الدعم النخي تحتاج الوقوف النخ ايوز اش كاع سي سعيد المهم يا يثما امش دوم النخ وخوم تكتي عشا وكني ونج ومرقي النخ ان شاء الله اذير عامة قريبة مش دوم النخ ونشين ونوحي الشاء
المهم هي ما اكني وجه تحياتي.